نروح بقى برضو لقطاعات الناشئين، وبنبارك لحرس الحدود بطل كأس مصر مواليد 2001 بطل الشباب. شفنا حرس الحدود كان في المباراة النهائية أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس مصر كأس الشباب 2001، ومن هنا بنبارك للكابتن محمد حليم مدير قطاع الناشئين في حرس الحدود. ألف مبروك يا كابتن محمد وتحياتي ليك. تحياتي ليك كابتن أسامة، ربنا يخليك يا رب والله يبارك فيك، والحمد لله وبحيي كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. ما شاء الله حرس الحدود يعني بيعيد الأمجاد، ولكن في قطاع الناشئين حرس الحدود اللي كان بطل مصر وكان بطل السوبر المصري، النهارده قطاع الناشئين هو فريق 2001 بطل كأس مصر. كانت بطولة قوية وكانت مباراة كمان ممتعة ومثيرة. طبعا يعني الحمد لله، طبعا ده نتاج ثمار 5 سنين، الولاد دولت بقى من 5 سنين كنا عاملين منتخب امل برضو. يعني الفرقه دي فيها لعيبه مواليد 2004، كان حتى في لعيب مشارك بفرقه صفا اساسيه في فريق 2004، فالولاد دول موجودين من 4 سنين في النادي، ويعني الحمد لله يعني بنرعاهم بشكل كويس جدا، والحمد لله ده يعتبر ثمار الرعايه والاهتمام الكبير بقطاع الناشئين على مدار ال4 سنين اللي فاتوا. قول لنا ابرز العناصر الموهوبه والموجوده في فريق 2001 يا كابتن محمد، وحققهم دلوقتي بعد ما بقوا ابطال يعني بطوله طبعا كاس الشباب. بص يا اخي اسامه، هو اوريدي انا معايا منهم 2 لعيبه لعبوا معايا في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت شاركوا في الدوري الممتاز معايا، يعني في باك رايت مؤمن عوض شارك معايا السنه اللي فاتت، في فيرود محمد النجيل اللي احرز هدف الفوز شارك معايا في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، وفي لعيبه وعد يعني في محمود ممدوح لعيب كويس جدا، هيبقى مبشر جدا جدا، وبيلعب هاب رايت وبيلعب فيرود، لعيب هيبقى ليه مستقبل كبير جدا، هو مواليد 2002. وفي اسلام عبد الله مساك لعيب مبشر جدا جدا برضو، وفي باك ليفت مهند مكي لعيب برضو هيبقى ليه دور كبير جدا مع الفريق الاول ان شاء الله. ففي لعيبه مش عايز انسى اسماء، لان في لعيبه محترمه في الفريق دوت، هيبقى هم يعني مسيرة صف اول وثاني النادي حرس الحدود ان شاء الله. ما شاء الله، انا شفت وتابعت المباراه، شفت المباراه كامله. محمد ادهم النجيلي المهاجم بتاع حرس الحدود ما شاء الله احرز هدف من الاهداف الحلوه جدا، يعني بتنوم على مهاجم كبير على طريقه القضيه ممكن في الدقيقه 88. تمام، هو لعيب قوي النجيلي، لعيب قوي جدا، بيزيد خبرات مع اللعب الكتير. بقول لك السنه اللي فاتت لعب معايا مباراتين الدوري الممتاز، لعبوا معايا مباراه دجله ولعب معايا مباراه اف تي مصر، فبياخد خبرات، وهو لعيب قوي وسريع وعنده طاقه كبيره جدا، ان شاء الله بنحاول نوجهها يكون من مهاجمين مصر الاوائل ان شاء الله. الكابتن محمد حليم هو مدير قطاع الناشئين في حرس الحدود، وهو المدير الفني للفريق الاول. المنصبين يا كابتن محمد ادوك يعني فرصه ورؤيه كبيره انك تتابع قطاع الناشئين، وحرس الحدود يعتمد بصفه اكبر على ولاد قطاع الناشئين. والله هو بص بشكل كبير جدا، السنه دي من اكتر السنين اللي احنا اعتمدنا فيها على الناشئين في الفريق الاول. كويس. انا معايا 3 لعيبه من مواليد 99 بيشاركوا بصفه دايما معايا، محمد عيد فاروق المهاجم الاساسي بتاعي، وحامد خالد ديفندر الاساسي بتاعي برضو بيشاركوا بصفه اساسيه، 2 لعيبه محمد عزت برضو اللي هو الاصابه كان زمان بيشترك، 3 لعيبه مواليد 99، وفي مؤمن عوض شارك معايا والنجيلي شارك معايا. كويس. يعني خمس لعيبه شاركوا، وفي 2 لعيبه طبعا موجودين اللي هو غريب ياسر وكريم عماد مواليد 97، كانوا معايا برضو في منتخب الامل قبل كده. فيعني الحمد لله دي اكتر سنه نادي حرس الحدود اشرف فيها ناشئين من مميزين من القطاع، فالحمد لله ان يكون المدير الفني على يعني على علاقه بالقطاع والكلام ده كله بيدي اريحيه كبيره جدا ان انت تطلع وتتابع لعيبه من القطاع، وده اللي حصل معانا خلال السنتين اللي فاتوا، واعطانا اوبشن كبير جدا، لما الفريق الاول بيعتمد على اولاده بيوفر كتير جدا جدا، انت عارف اللعيبه دلوقتي المبالغ يعني مبالغ فيها طبعا جدا 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 جدا، يعني المبالغ اللي بتتصرف دي اولى تتصرف على قطاع الناشئين، لان يعني قطاع الناشئين لما بتصرف عليه يعني بتجيب لعيبه دلوقتي في الدرجه بتاعتنا على الاقل ب 500 و600 والكلام دوت، انت ممكن تصرف على القطاع كل مليون جنيه وتطلع، لو طلعت منه 2 3 لعيبه كويسين يبقى انت كسبان. طبعا طبعا طبعا. فهو احنا الشكل اللي هو باسم يعني بيعتمد على يعني السنه دي والسنه اللي فاتت يعني اولى اهتمام كبير جدا جدا بقطاع الناشئين، ويعني ودي كانت اطيب ثمارها معانا في الدوري الممتاز زي ما بقول لك كده، وفي الممتاز به اللعيبه طلعت بشكل كبير جدا، والراجل يعني الراجل مهتم بشكل كبير جدا، خصوصا بيعمل لهم برامج علميه وجايبين
شركه تحليل اداء بتحلل ادائهم، بتعمل لهم اختبارات ومقاييس فنيه وبدنيه، وده كله بيأثر معانا بشكل كبير جدا. يعني اعلنتوا عن اختبارات يا كابتن حليم، اختبارات قطاع النشيف حرس الحدود؟ والله حتى الان لسه طبعا، لان طبعا انت عارف احنا في معمعه بقى لي 3 ماتشات في ممتاز. ما انا عايز بقى اكلمك عن الدوري، الفريق الاول ما شاء الله عامل نتائج رائعه، كابتن محمد حليم من المدربين المميزين، مكسب فعلا ومكسب كمان لحرس الحدود، وكمان هو ابن من ابناء حرس الحدود. خلاص يعني العمليه قربت، 3 مباريات متبقيين على حلم الصعود للدوري الممتاز مره اخرى يا كابتن حليم. والله يا كابتن اسامه كانت سنه صعبه جدا جدا. احنا عشان الناس تبقى عارفه، السنه اللي فاتت فريق السنه اللي فاتت اللي كان بيلعب في الدوري الممتاز محلي حرس الحدود متبقي منه 2 لعيبه بس، احنا كوننا فرقه حرس الحدود في اقل من اسبوعين، لان انا كنت بلعب الجونه في الجونه اخر ماتش في الدوري الممتاز. بعديها على طول ب3 اسابيع كنت بلعب دمنهور في دمنهور في الممتاز ده، ودي ومعيش فرقه، فكونت فرقه في اسبوعين ثلاثه، والحمد اللي احنا فيه دوت يعتبر انجاز كبير جدا جدا، ان انت تنافس مع فرق ليها باع كبير جدا في الدوري الممتاز والممتاز ده، زي بلدية المحله والنادي الاولمبي، نادي كفر الشيخ، ونادي المنصوره، وفي نادي فاركو امكانياته كبيره جدا، امكانيات مهوله. فدي حاجه يعني انا بعتبرها حاجه تحسب لنادي حرس الحدود، وتحسب لافراد نادي حرس الحدود، اللعيبه والجهاز الفني والاداره. واحنا بننافس بقيه 3 ماتشات في غايه الصعوبه طبعا، بس اللي عايز يصعب، ما فيش حاجه اسمها صعب وسهل، لازم تكسب الماتشات الثلاثه. احنا في فرق بيننا وبين فاركو 3 نقط، 3 نقط. احنا لسه لنا 3 ماتشات، عندنا اولهم يوم الجمعه الجايه مع النادي الاولمبي في الاولمبي، وبعدين عندنا كفر الشيخ في ملعبنا، وبعدين طالعين لكابن سيت كيرنت. احنا بنحتاج من ال3 ماتشات دول 7 بونت نصعد ان شاء الله، ان شاء الله قادرين ان شاء الله بحماس وقتال اللعيبه ان شاء الله ان احنا نوصل للدوري الممتاز، لان احنا قاب قوسين دلوقتي او ادنى. وانا حتى كل الكلام على اللعيبه اللي من دول كلام نفسي، بنحاول نهيئهم بشكل كبير جدا ان هم اقرب دلوقتي للصعود ان شاء الله. ان شاء الله تصعدها كابتن حليم، ودايما يعني حرس حدود منظومه محترمه، كل التوفيق ليك ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد حليم مدير